حياكم الله، إذا ما كنتم مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكد خبراء اقتصاديون أن القضاء على التجارة غير الشرعية هو السبيل الأمثل لتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار في العراق. وبحسب الخبراء فقد اعترف البنك المركزي العراقي بأن التجارة غير الشرعية هي السبب في هذه الفجوة، مضيفين أن الحل يكمن في القضاء على هذه التجارة ثم إيقاف استيراد السلع الإيرانية تحديداً، مؤكدين أن هذا غير ممكن عملياً، ما يعني بقاء هذه الفجوة وهو ما سيحصل على الأرجح. كشف مصدر مطلع أسباب عدم نشر حكومة أربيل لجدول توزيع رواتب الموظفين رغم إرسال بغداد للأموال. وقال المصدر إن الأموال أرسلتها بغداد إلى كردستان العراق رغم وجود نقص بحوالي 350 مليار دينار، مضيفا أن حكومة أربيل تحاول سداد هذا النقص من إيرادات المنافذ الحدودية والتي لا تتجاوز 320 مليار دينار، وبالتالي تنتظر ترتيب أوضاعها وإكمال المبلغ قبل إعلان جدول التوزيع الذي سيكون جاهزاً على الأغلب خلال يومين. أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن توجه حكومي لاستحصال الضرائب من 85 جهة أو جهة جديدة لم تشمل سابقا أو لم يتم إشمالها سابقا، بينها شركات التاكسي وإعلانات مواقع التواصل والمشاهير والفنادق والمطاعم. وقالت الهيئة إنها أضافت رسوما على بعض الشركات التي كانت غير خاضعة لذلك، التي لديها تطبيقات مثل تاكسي المطار وتاكسي كريم وتاكسي بلي وبقية شركات تأجير السيارات، على أن يتم إخضاعهم للضريبة بنسبة 15%، مضيفة أنها تدرس كذلك إخضاع الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها إعلانات الفيسبوك للضرائب بنسبة تصل إلى 30%. رجحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تعوض غينا وكندا والبرازيل نمو الإنتاج العالمي من النفط في المدى القريب، مما سيعوض تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبيك بلس. تأتي توقعات زيادة الإمدادات بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبيك وحلفائها على إطار أو في إطار ما يعرف باسم تحالف أوبيك بلس هذا الشهر، على تمديد الخفض الطوعي في الإنتاج بواقع 2,200,000 برميل يوميا سعيا لدعم الأسعار. ويمكن أن يؤدي النمو من المنتجين من خارج أوبك بلس إلى تقويض جهود التحالف في تحقيق التوازن بأسواق النفط وسط مخاوف بشأن نمو الطلب العالمي وزيادة الإمدادات. وفي خبرنا الأخير، تراجعت عملة البيتكوين إلى أكثر من 10% في ظل إقبال المستثمرين على جني الأرباح. وتراجعت عملة البيتكوين بنسبة 10.50% إلى 65,781 دولاراً وفقاً لبيانات منصة كوين ديسك للعملات الرقمية. وقبل أيام صعدت عملة البيتكوين إلى مستوى أعلى من مستوى 73,800 دولار، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق. الآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.